الغالبية بتفتكر ان الحب الاول هو اول بنت اتشدت لها وانت صغير، لكن لو بصينا للموضوع من نظرة مختلفة هنلاقي ان كان في حب تاني في حياتنا هو الاول فعلا. فاكر اندهاشك وانت بتبص للكائن المدور المجنون اللي بيتحرك في كل مكان بشكل عشوائي حواليك؟ طيب فاكر احساسك وانت اول مرة بتلمسها وقد ايه هي مطيعة وبتتحرك زي ما انت عايز؟ فاكر وانت بتحاول تثبت لها انك ممكن تتعلم تعمل اي حاجة عشانها؟ اكيد مش هتنسى اللحظة اللي اعترف فيها اهلك بحبك الاول، حتى وانت بينافسك على حبها ناس كتير كان دايما عندك احساس انها بتحبك انت بس، وانك بالنسبة لها مختلف عن الجميع. ولان للأسف في الغالب الحب الاول ما بيكملش، تمر الايام والشهور والسنين وتاخدك مشاغل الحياة بعيد عنها، ومهما تمر الايام وتبعد عنها بتفضل حاجة ليها جواك محفورة في قلبك وعايشة معك.